أيامنا دي دقايق ساعات بتفوت، والعمر في دقايق أكيد فرق. تنقص حياة عايشة في حضن الموت أو شخص محتاج لك، دي ساعة الخير. يلا وفي ايدينا نساعد الغير. تنقص حياة عايشة في حضن الموت أو شخص محتاج لك، دي ساعة الخير. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة الخير. برنامج ساعة الخير تحت رعاية مؤسسة صلة للأعمال الخيرية. الأرقام هتكون متواجدة طوال فترة الحلقة وطوال أيام الأسبوع على في الشاشة. النهاردة أعزائي المشاهدين معانا حالة تعيسة جدا، بس إن شاء الله قريب الفرح هو اللي هيعم عليها حياتها. معانا الست حنان. الست حنان ربنا ابتلاها بابنها وبنتها. في الاول رب اتجوزت وعاشت حياه مستقره، لكن القدر دايما بيجي عكس ما اي فرد بيتمناه. اللي حصل انها انجبت طفل ربنا ابتلاه بمرض الضمور، فضلت تعاني 6 سنين، الطفل توفى. بعدها ربنا رزقها بندى. ايه اللي حصل لندى؟ وهل ندى هتواجه نفس المصير ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه لما نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو. السلام عليكم مدام حنان. السلام عليكم، منورانا في الاستوديو. ربنا يديك الصحه. ازيك يا ندى؟ الحمد لله كويسه. تمام مدام حنان، احنا يعني قبل ما ندخل على الهواء حضرتك كنت بتتكلمي معانا بتقولي ان انت يعني ان كان ليكي ابن توفى. أيوة. وان انت خايفه على بنتك. أيوة. احنا عايزين نعرف القصه بالظبط ايه. انا كان معايا الاول يعني كان معايا ندى ووليد. اول صدمه في حياتي كان هو وليد، كان بره بيلعب في الشارع خبط عربيه توفى. جيت معتها ربنا اداني احمد الحمد لله كويس. ندى بقى جات لها برده يعني بنتي الاول الثانيه، الثالثه بقى جالها ضمور في دماغها، كانت كويسه لحد 9 اشهر اللي هي بعد ندى. اللي هي بعد ندى جالها ضمور وهي عندها 9 اشهر. اتحجزت بقى فبريش شهرين ورجعت بيها نفس اللي حصل، يعني شهر ورجعت تاني نفس اللي حصل هو تاني. بنتي رجعت ما تاكلش، جاب بقى لما تيجي تاكل كلت بريل الاول من مناخيرها، وبعد كده ما بقتش طايقه في مناخيرها بتشده، يعني 3 بنية بتاكل زبادي بس، اكتر من كده ما كانش اكل البيت دي بتاكله نهائي، ولا لحم ولا فراخ ولا اي خضارات خالص. فضلت 6 سنين ونص، يعني لسه ميتة شهر 12 اللي فات، 16/12. ربنا يرحمها برحمته. بصراحة أنا تعبت كتير والله، بقى تعبت مش قادرة، وأنا خايفة على ندى. لا إن شاء الله خير. إن شاء أنا رحم خير. مني ولا قبل كده وجت ملك برضو، كانت حياته كلها والله كانت راقدة على السرير ما بتتكلمش وما بتتحركش، بس كانت مونساني. انا ما اخش الوضع حاليا دلوقتي والله، عامله زي المجنونه في الاوضه. انا فضلت هيك شهر اشم ريحتها وهي نايمه على السرير. وبصراحه عايزه الحق ندى، انا ما عايش الا ندى واحمد، والله اعلم انا هخلف تاني ولا لا، بس انا نفسي ندى ربنا يحفيها ويشيل عنها يا رب. يا رب ندى بتروح المدرسه بتمشي بطوع، ما بتقدرش تطلع السلم، ما بتقدرش تعمل اي حاجه في البيت. ندى جت فعلها بفترة قالت لي انا مش هروح المدرسة، انا مش قادرة يا ماما اعملي لي اي حاجة. قلت لها يا ريت بيشتغل، انا كنت شلته عنك، بس انا مش قادرة اعمل اي حاجة ومش لاقي اي دكتور يفيدني بحاجة. اتخنت علاج كتير ونفسيتها تعبت من العلاج، مش عارفة. انا نفسي الاقي دكتور ابن حلال يشفيها ويشيل عنها يا رب، الاول الشفاء من عند ربنا. امين يا رب العالمين. انا نفسي ندى تصحى وبقى زي البنات. انا من البنات، انا بقف على الباب بتفرج على البنات اللي ماشيه اقول يا رب تمشي زيهم، انا امنية حياتي ان هي تمشي زيهم. نفسي ربنا يشيل عنها ويعفو عنها يا رب. يا رب يا رب انت عالم بيها يا رب، اعفو عنها يا رب. يا ندى اللي حلت يا رب،
يا رب خلهم لي يا رب وبارك لي فيهم. ان شاء الله يا رب اشفي ندى وشيل عنها يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. انا بقالي 4 سنين بجري بندى، عملت علاج طبيعي كتير. في الاول ايه اللي حصل معاها؟ والله هي كانت كويس وما فيها اي حاجه، وكانت بتروح الحضانه وراحت المدرسه وما فيش اي حاجه خالص فيها. فجاه بقت تمشي رجلها تحدف، بقت الناس يقولوا يا بنتك ماشيه كده ليه؟ امسكها اضربها. والله وضربتها على المشيه بتاعتها دي. رجعت مرات ورجعت للدكتور، عمل لها تحليل ورسم عصب، قال لي ده عندها ضمور في الاعصاب بتاعت رجليها. جريت بها كتير بصراحه وما فيش اي علاج جايب نتيجه خالص. انا نفسي ندى ربنا يشيل عنها أمنية حياتي إن هي تشفى وبقى زي البنات. أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا، ولا عايزة مساعدة، ولا عايزة أي حاجة، عايزة ربنا يشيل عنها. أنا رغم إن طفلين قبل كده، ولد عنده 2 سنين والبنت عندها 6 سنين ونص، ملك كترانة هي ملك، وفعلا هي ملك كل حياته والله. ما كانتش بتتكلم ولا بتتحرك، بس كانت مونساني في الاوضه. والله والله الكلام ده حقيقه. انا فضلت يجي شهر اشم مكان ما كنت برقد على السرير والله. ويوم ما توفت انا مش عارفه ايه اللي حصل لي بالظبط، ولا انا عندي السكر والله. وانا نفسي ندى تصحى، امنيه حياتي يعني اللي عند ربنا، اللي عند ربنا خلاص امنيه حياتي ان ندى تصحى. وربنا يعفو عنها يا رب، ربنا يعفو عنها ويشفيها يا رب. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. ان شاء الله ربنا هيشيل عنك باذن الله. ان شاء الله يا رب. ربنا اذا حب قعدت ابتلاه يا ست حنان. ان شاء الله وحيد الله. انا كنت ابتلاني في 3 والله. معلش وحيد الله، وحيد الله. يا ندى شايفه امك قلبها محروق عليك ازاي يا ندى؟ ندى انا عايزه اعرف انت اول حاجه حسيتيها ايه قبل ما تحسي بالتعب اللي في رجلك؟ خلاص محروق، مش قادره ان هو اصحابي بقى ماشيه معاهم، تمشي معايا شويه بعد كده تسيبني وتمشي. بمشي لوحدي، ولا حد بيروح معايا، ولا حد بيجي معايا، ولا ليا اصحاب حتى اقعد اتكلم معاه ولا دي حاجه. اصحابك راحوا فين؟ بعدوا عنك؟ دي قاعدة عاوزة تلاقي الدرس وبتمشي، ودي عاوزة تمشي معاه. ده ندور ندى ماشية عاملة ازاي، ده ندى بتستعبط، ده ندى بتعمل، فكله بعيد عني. نفسك في ايه يا ندى؟ نفسي ان ربنا يشفي ان شاء الله باذن الله. طبعا انت البنت الوحيدة لامك وسندها ان شاء الله. ربنا يخلي لك احمد يا رب يا رب يا رب. طب قولي لي كده، انت لما رحتي للدكاتره قالوا لك ايه الامل وادوكي علاج؟ وهل يعني طبعا هو اكيد علاج المخ والاعصاب مكلف وده شيء طبيعي يعني، بس انا عايزه اعرف هل العلاج بيجيب معاها نتيجه ولا لا؟ لا طبعا مفيش تحسن خالص. لا مفيش والله، وكل ما حالتها بتسوء عن التاني. يعني ندى عندها 16 سنه المفروض كانت دي عروسه، بتجري وبتروح وتيجي وكده. ندى ما بتعرفش تطلع السلم، ما بتقدرش تعمل حاجه في البيت خالص والله. وهي بتبقى صعبانه عليا، وهي بتقعد تعيط، بس انا مش عارفه اعمل ايه. انا تعبت والله، انا تعبت ومش لاقيه دكاتره. طب يعني الدكاتره ما قالولكيش هل في امل ولا لا؟ هل طبعا هو الامل في ربنا كبير اكيد ان شاء الله، بس ما قالولكيش مثلا ان بالعلاج الطبيعي؟ عملت علاج كتير والله، عملت لي علاج طبيعي كتير. مفيش اي تحسن؟ معقوله مفيش تحسن يا ندى؟ انت حاسه بايه بالظبط؟ يعني انا طبعا مش عارفه احدد لانك انت قاعده، فهل انت بتقدري تقومي تقعدي تقدري؟ امام بالعافيه، طلوع السلم ما بقدرش. رجلك ما بتتحركش خالص. طب حاولي كده تورينا، توري للمشاهدين ازاي بتعرفي تقومي، يعني حاولي كده معايا واحده واحده عليك. دي اقصى حاجه عندك. مش قادره تقومي اكتر من كده. مش عارفه، هو النص الاخير هو اللي تعبك قوي. النص اللي تعبك. بس يا ست حنان ان شاء الله، بصي يعني انا عارفه ان انت قلبك اتحرق على ابنك وقلبك اتحرق على بنتك، والله ان شاء الله ربنا يعني عارفه اخرتها خير باذن الله. والله ربنا هيفرحك بندى ان شاء الله باذن الله. واهل الخير طبعا، يا اهل الخير انا تالي ما عنديش كلام اقول، انتوا شايفين بنفسكم كل حاجه، حاسين بقلوبكم كل حاجه. ايامنا دي دايم ساعات بتفوت، والعمر في دايق اكيد فرقات، تنقص حياه عايشه في حضن الموت.
محتاج لك دي ساعة الخير.